كارلوس غوسن أحد أهم وأكبر المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات العالمية، شخصية مشهورة جداً في اليابان. أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000 وأنهى 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات فقط، وهي مهمة كانت توصف آنذاك بالمستحيلة. في العام 2011 في استطلاع للرأي سئل الشعب الياباني أي من المشاهير تختار لإدارة اليابان. حصل كارلوس غوسن على المرتبة 7، بينما حصل باراك أوباما على المرتبة 9، ورئيس الوزراء ناوتو كان المرتبة 19. وفي تعقيبه على هذه النتائج فقد أوضح كارلوس غوسن بأنه ليس له أي نية للتوجه إلى السياسة. كارلوس غوسن كان عنوان نجاح وتألق فرنسي قبل أن يتهاوى بسبب الفضيحة المالية. قاد شركة تحالف لرونو ونيسان وميتسوبيشي، حقق للفرنسيين هيمنة على 10% من السوق العالمية للسيارات. في يابان تقلد فيها ذات يوم الوشاح الأزرق وقال أهلها عنه هذا هو سوبرمان، بل هذا هو الساموراي. يتمتع بشخصية قوية وحازمة، وكان يعرف باسم قاتل النفقات لمهاراته في خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل. فقد ألغى 10,000 من الوظائف وأغلق مصانع في كل من اليابان وفرنسا. هو من طين نادرة، هو مثال عالمي في كل مرة تتهالك فيها مؤسسة وبتحتاج إلى يد وعقل وإنعاش، وهو من جاب الهند والسند وبقي اللبناني حتى النخاع. وليدي ما عندهم شك إنه هن أصل لبناني، لأنه أيهم أصل لبناني وأمهم أصل لبناني، ما عندهم شك. بيحكوا أنا بالمدرسة بس كنوا مع أصحاب بقولوا نحن لبنانية الأصل. رح يكتشفوه شوي وشوي، لأنه بتعرف إنه الواحد بس يكبر بالعمر بيصير يهتم بجذوره أكثر من بس يكون شاب. بس يكون شاب ما فرق مع الجذور، قد مهم المستقبل. بس تكبر بالعمر شوي شوي بدك تكتشف شو هن جذورك، مين، ليه عندك هالتراديشن، ليه عندك هالتفكير، من وين جاي. عام 1996 كلفت شركة رونو الفرنسية كارلوس غوسن بتطوير عملها وفتح أسواق جديدة لها. وحين سرعت رونو لإنقاذ شركة السيارات اليابانية نيسان التي كانت تواجه صعوبات مالية، انضم غوسن إلى شركة نيسان كمدير للعمليات مع بقائه في عمله في رونو، وتمت ترقيته بعد ذلك ليصبح الرئيس التنفيذي لهاتين الشركتين العالميتين. لم يكتفي غوسن بهذا، بل تولى عام 2016 رئاسة شركة ميتسوبيشي، لكن مستوى دخله الذي بلغ 15 مليون يورو سنوياً سبب له عداوة المساهمين وانتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان وزير الاقتصاد في ذلك الوقت. المدير الناجح هو المدير اللي عنده نتائج ناجحة، بس مش على مدى قصير. النتائج ما بتنعمل على سنة سنتين، بدك تشوفها على 5 سنين وعشر سنين و15 سنة. في 19 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 تم توقيفه بعد اتهامه بمخالفات مالية. This is a conspiracy. This is not about specific events. This is not about again greed. This is not about dictatorship. This is about a plot. This is about conspiracy. This is about backstabbing. That's what we're talking about. عرف دائما أن الانتقاد ضريبة النجاح، أن ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل ومن الاندفاع إلى الأمام ومن التحليل بعقل قادر على صنع القرار حتى في أقصى اللحظات. وهو يعيش اليوم أقصاها، وبخصاله واجه الانتقاد والضغينة، واليوم يواجه أيضا الظلم. قضية أيقونة النجاح الذي حققها كارلوس غوسن في عالم المال أصبحت أزمة قد تكون سياسية ودولية بحد ذاتها. استيقظ العالم اليوم على قصة فرار خرافية هوليودية لغز حير الصحافة العالمية. فبعد مفاجأة هروبه اللي تحولت لحديث العالم، أكدت مصادر لبنانية أن غوسن أول ما وصل بيروت التقى الرئيس ميشيل عون، ولكن بدون ذكر تفاصيل عن الاجتماع اللي عقد وسط تساؤلات كثيرة عن وضع غوسن القانوني في لبنان.
عبر حالك مشينا وقوي حالك مشينا رح تصير. إذا سقطت 7 مرات ستقوم في المرة الثامنة، هو قول ياباني مأثور، والقول بيحمل بطيته لكثير من المعاني. ومعقول.